وينضم إلينا من رام الله جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات والسياسات. أستاذ جمال أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية، وأبدأ من آخر الصور التي كانت تردنا للقاهرة الإخبارية من شمال قطاع غزة، القصف عنيف في الشمال وكما أورد مراسلتنا أيضا في الجنوب، وهناك أيضا محاولات للدخول البري من وسط وشرق غزة. إذن أيضا كان هناك حديث عن اشتباكات على الحدود اللبنانية، على ما يبدو بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من ضرباته ومن الجبهات. هل تعتقد بأن نتنياهو على قدرة على فتح كل هذه الجبهات معا في ظل أيضا التوغل والاقتحامات في الضفة الغربية؟ يعني نتنياهو يخوض هذه المعركة بصورة شخصية، وهو بذلك يعرض المنطقة بأكملها بما في ذلك إسرائيل لمخاطر حقيقية. نتنياهو يعني يريد أن يصفي حسابات مع حركة حماس بالمعنى السياسي، حيث أن نتنياهو كان ولا يزال يرفض إقامة دولة فلسطينية، وسعى طوال الوقت إلى عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية ومنع السلطة الفلسطينية من أن تتحرك باتجاه توحيد القيادة والسلطة الفلسطينية في كيان واحد وموحد. ولذلك هو يعتقد بأن ما جرى في 7 أكتوبر أهال التراب على استراتيجيته وعلى أيديولوجيته، وليس فقط يعني أهال التراب على ما يسمى بالجيش الذي لا يقهر والذي يتربع عليه نتنياهو طوال هذا الوقت. إذن نتنياهو يغامر بكل يعني معنى الكلمة من أجل محاولة يعني إطالة أمد الحرب إلى أقصى ما يمكن، كي يعني يتجنب، وهو يعرف أن انتهاء الحرب يعني سيذهب به إلى ليس فقط البيت بل إلى السجن. بالمقابل يعني الشعب الفلسطيني يتعرض بفعل هذه العقلية المريضة التي يمثلها نتنياهو إلى أبشع أنواع يعني حرب الإبادة الجماعية والتخطيط المعلن للتهجير القسري تحت النار. مخططات إسرائيل لم تتراجع إزاء مسألة التهجير، وهذا ما فضحته الأيام الماضية، حيث أن يعني حكومة إسرائيل وحكومة الحرب الدموية كانت قد طلبت من سكان مدينة غزة وشمالها التوجه إلى وسط وجنوب القطاع. بالليلة الماضية واليومين السابقين يعني كانت آلة القتل العسكرية الإسرائيلية تمعن بشكل غير مسبوق بقصف كل يعني الأهداف المدنية، مراكز السكن والبنى التحتية، وهي تعود اليوم إلى يعني تطهير المنطقة الشمالية بقصف المشافي، مستشفى الشهيد كمال عدوان، مستشفى العودة، وكل ما يتصل بمظاهر الحياة في هذه المنطقة.